يا محمد يا فراش، تحت امرك يا حضرة المدير. الله يخرب بيتك يا فراش، السرعة دي. يلا جهز لي الطابور دلوقتي حالا. تحت امرك يا حضرة المدير، بس بالراحة على العيال، احنا في صيام. انت يا فراش اخر واحد تتكلم عن الصيام ده، انا كل يوم بقفشك ورا الكانتين، ولا نسيت ولا ايه؟ يا حضرة المدير ما تظلمنيش بقى، انا صايم والله العظيم، انا صايم النهاردة يا حضرة المدير. على المدير يا بواب، ده انت تربيت يا بواب. على العموم انت حلفت، يلا طلع لسانك كده. حاضر يا مدير. اهو عندك حق، صايم يا بواب. طب يلا بسرعه اجري جهز الطابور. تحت امرك يا حضره المدير، جهزته لك من نص ساعه، اتفضل على الطابور. بطل يا ده انت وهو كلام، يا لو كل يركز معايا كده، كله انتباه. مدرسه صفا مصر، مدرسة انتباه حرة، كل سنة وطلابي وطالباتي بخير. احنا داخلين على 10 الاواخر من رمضان، يعني العيد جاي، يعني اي طالب عايز يطلع كفارة، يطلع حاجة لله، يا ولاد المدرسة اولى بيها. عندنا حمامات عايزة تتصلح. ايه يا عم المدير ده جاي يشحت علينا ولا ايه؟ عارف ايه ده؟ مش لاقيينه، اي حاجة هتطلعها المدرسة اولى بيها. طب يا حضرة المدير معلش سؤال واحد بس، هو الهروب في رمضان حلال ولا حرام؟ سؤال من صديقكم القناص بيسألني ويقول لي هل الهروب حرام؟ اقول له يا ابني طبعا اكيد الهروب حرام، اول حاجة انت بتهرب في رمضان، يعني ربنا هيحاسبك، ومش بس ربنا هيحاسبك، انا كمان هضربك 20 عصاية، ومحمد البواب اللي مغفلني وبتدوني فلوس من ورايا هعلقه وعلقك على الباب. حرام يا لهوي يا قناص، ده احنا كده ممكن نروح النار. ما تقلقش ما تقلقش، اللي احنا هربناه في رمضان هنسأل المدير عليه بعد الطابور كده. ماشي ماشي، وبكده اكون قلتلكوا على اللي في نفسي ونصحتكم. بطل يا عم بطل انت بقى، والله العظيم في الفسحه هوريك، في الفسحه في الفسحه ده اللي هتطلعوها للمدرسه يا حبايبي، علشان نصلح ونعمل كل حاجة. يلا 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 على فصلك يلا. بلادي بلادي بلاد. يا صياد، يعني اللي احنا هربناه في رمضان قبل كده ممكن يكون حرام علينا ونروح النار بسببه؟ ده انا خايف جدا من كلام المدير ده. خلاص مش قدامنا غير حل واحد، انا هروح اتاكد من المدير على اللي هربته قبل كده، وانت كمان روح اسال محمد الفراش علشان نشوف ردهم هيكون ايه. ماشي خلاص ماشي، يلا بينا. يلا يلا. لو سمحت يا حضرة المدير، كنت محتاج اسالك سؤالين بس. سؤالين؟ عايز ايه يالا؟ اول يا حضرة المدير، وعدني ان انت مش هتضربني وهترمي العصاية اللي في ايدك دي. ماشي ادي العصاية اهي، قول اخلص. يا حضرة المدير، لو طالب هرب من المدرسة في رمضان حوالي 3-4 مرات كده، هل كده حرام عليه ولا حلال؟ ولو هو حرام يعمل ايه بقى علشان يكفر على اللي عمله قبل كده؟ باربع مرات؟ يا ابني طبعا حرام اكيد، بدله هرب 4 مرات فحرام، لكن لو رجع وتاب وواظب على المدرسة مرة تانية ودخل الحصة وحضر حتى الحصة الستة وطلع المرواح، ربنا هيغفر له والمدير كمان هيسامح. بجد يا حضرة المدير ريحت قلبي جدا. هو مين بقى قناص اللي هارب ده؟ انا يا حضرة المدير، بس الحمد لله انت ريحت قلبي باجابتك دي. انت خد يالا. لا لا يا مدير، لا يالا خد يالا. يا محمد يا محمد، ممكن اسالك سؤال؟ سؤال يا صياد يا حبيبي، اسال يا حبيبي، انا تحت امرك. هو يا محمد الكلام اللي قاله المدير ده في الطابور حقيقي؟ الهروب حرام يا عم محمد؟ والله يا صياد يا ابني على حسب. على حسب؟ على حسب ازاي يا عم محمد؟ طب بقول لك، طب لو في طالب هرب 4 ولا 5 مرات في رمضان، هل ده كده حرام عليه ويعمل ايه؟ والله يا صياد يا حبيبي، الكلام ده انا الوحيد اللي اقدر افيدك بيه. انت لو اديتني 10 جنيه وقلت لي عايز اهرب يبقى كده حلال، ما اديتنيش ال 10 جنيه وهربت يبقى كده حرام وتستاهل ضربك بالجزمة. يا عم محمد كلامك ده ريحني، شكرا بجد، مع السلامه. وعلى ابو شكلك ما طلعتش من وراك بمصلحه. ايه يا اسطى انت بتنهك كده ليه؟ لما رحت سالت المدير عرف ان انا كنت بهرب في رمضان وكان هيضربني وطلع يجري ورايا. انت عارف محمد بيبوب قال لي ايه؟ قال لك ايه يا اسطى؟ قال لي الهروب حلال طول ما احنا بندفع له ال 10 جنيه. والله العظيم؟ خلاص انا بكره هجيب 10 جنيه قدام محمد الفراش، انا هتشن جدا يا اسطى. يلا بينا نهرب النهارده؟ يلا بسرعه. يلا. يلا يا صاحبي. يلا. استنى يا قناص. ايه تاني يا صياد؟ هيكون حرام يا قناص ان احنا نهرب. ما احنا هنجيب 10 جنيه واحنا قدام محمد الفراش بكره. تصدق. يلا بينا بقى نهرب بقى. يلا يلا. خلي بالك المدير يكون شايفنا. طب بسرعه يلا بسرعه انت الاول. يلا 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 ماشي انا جاي اهو.